في سؤال مقدم من ميزو حلاق. السلام عليكم دكتور لاي، لو تعمل فيديو عن هذا التخصص بس في ألمانيا، وعن الرواتب الخاصة فيه وفرص العمل بعد التخرج في ألمانيا تحديدا، مع كل الحب. أعتقد أنه هذا برضو كمان سؤال من سارة سألته، يعني إيش فرص الهندسة الطبية الحيوية في ألمانيا؟ وهذا يعني فكرة سؤال مهم. هلأ معلوماتي عن ألمانيا أنه هم عندهم نقص كبير في عدد المهندسين والمهنيين، ونقص كبير ولعدة أسباب، منها أنه التراجع عدد السكان في ألمانيا وعدد الشباب في ألمانيا. الآن المشكلة في ألمانيا، الدراسة فيها طبعا زي أي دولة أوروبية، التحدي فيها هو اللغة، اللغة الألمانية. فأنا نصيحتي لطلاب البكالوريوس أينما كانوا، من المتقشرة أوسط شمال أفريقيا أو أي مكان في العالم، إذا هم حقيقة حابين يشتغلوا في مكان ويطوروا مهاراتهم ويعني يحسوا في التطور المهني بشكل كبير، الذهاب لألمانيا، لكن لازم دراسة اللغة الألمانية. فأنا بنصح الطلاب والطالبات وحتى الخريجين حديثي التخرج أنهم يركزوا على اللغة الألمانية، وبعد هيك باستخدام لغتهم يعني مهاراتهم الهندسية أعتقد راح يلاقوا وظيفة في ألمانيا. أنا من خلال خبرتي الشخصية دائما بشجع الناس أنهم يعملوا بكالوريوس في أي دولة من دولهم هندسة طبية حيوية، بعد هيك يعملوا دراسات عليا في الدولة اللي هم بدهم يستقروا فيها. فمثلا يعملوا ماجستير في ألمانيا أو ماجستير في أمريكا، وبعد ذلك بإمكانكم أن أنتوا تروحوا وتستفيدوا من فرص العمل الموجودة في هاي البلدان. دائما اتذكروا المنافسة على المهندسات والمهندسين عالية. التحدي الوحيد اللي بوقف ما بين المهندسين ومهندساتنا والعمل في هاي الدول اللي هي اللغة. فإذا كانت اللغة يعني محلولة 90% من الجهد انتهى. فميزو حلاق وكمان سارة، أنا بعتقد أنه أهم شغلة اللغة الألمانية. إذا أنتوا كويسين باللغة الألمانية الفرص موجودة. لكن أنا راح أعمل فيديو جديد، فيديو ثاني تابع، فيديو ثاني عن الهندسة الطبية الحيوية في ألمانيا. الألمان ناس صعبين العمل معهم لأنه توقعاتهم عالية من المهندسين اللي عندهم، فدائما كنوا جاهزين أنه الأمور راح تكون جدية. فهي نصيحتي للجميع اللي بيهتمين بالدراسة في ألمانيا. شكرا يا ميزو، شكرا يا سارة. لكن أنا راح أعمل زي ما وعدتكم، راح أعمل فيديو جديد عن ألمانيا خصيصا والهندسة الطبية الحيوية.